الوداد فرقة كبيرة، خلي بالك المغرب بتعيش مرحلة من يمكن من أزهى وأفضل الحالات اللي موجودة في القارة الأفريقية دلوقتي. المغرب أنت عارف إن شرفتنا في كأس العالم رابع العالم، وده فخر لينا كعرب وكأفريقيا. المباراة الأخيرة الودية مع البرازيل كسبت، وكانت حاجة جميلة جدا. فطبعا الحالة دي من أصدقائي ديالي، مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يوسف الخبر. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وسلامة. أصدقائي، في هذا الفيديو غتشوفوا الإعلامي المصري طارق رضوان والإعلام المصري كيتكلموا حول مباراة النهائي، المباراة النارية التي سوف تجمع بينها فريقين عظيمين في إفريقيا، فريق الوداد وفريق الأهلي. عطاو واحد التقييم على هذه المباراة هذه ديال 50% 50%، مباراة تكون في 4 يونيو في مصر. وتكلموا أيضا يعني على الثورة ديال الكرة المغربية اللي كاين واحد يعني واحد المستوى خيالي في السنوات الأخيرة في الكرة المغربية، وحنا كنلاحظوا في كاع يعني في كاع المستويات ديال الكرة المغربية كاين واحد المستوى اللي هو جد عليه. وتكلموا على المنتخب المغربي وداكشي اللي قدموا في قطر 2022، مستوى خيالي ديال انك توصل نصف النهائي مع الكبار، وعلى الناخب يعني بقياده الناخب الوطني وليد الركراكي. واحد الفيديو جد رائع ويستحق المشاهده عند الاشقاء المصريين. اصدقائي، نخليكم تفرجوا فيه، ما تنساوش خليو الاراء ديالكم في التعليق، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش توصل بجديد نتاع القناه. كثروا لي لايك على هذا الفيديو هذا باش ينتشر ويوصل جميع المغاربه انحاء العالم. كان اصدقائي، فرجه ممتعه، ونتلاقاو من بعد الفيديو. السلام عليكم. الاهلي والوداد، كيف ترى هذه اول مباراتين الاهلي والوداد يوم 4 يونيو والوداد والاهلي يوم 11 يونيو في طبعا الاهلي والوداد؟ يعني احنا بنتكلم من الاول كان الناس كلها توقعات او كل الحاجه كنت اقول لك سان داونز هو في النهائي مع النادي الاهلي، استثناء ناس بسيطه يعني قليلين جدا اللي كانوا يعني بيرجحوا كافه الوداد. انا قلت 50 50، وقلت هيبقى في افضليه للوداد لو لعبوا حتى ركلات ترجيح. فهو الوداد طبعا، وبرده النسبه دي زادت خصوصا بعد المباراه الاولانيه. يعني اتطرد 2 من سان داونز وهو كان الاقرب للفوز في المغرب. يعني برده كل المؤشرات حتى اللي كان 50 50 ابتدى يعلي النسبه شويه، لان المباراه الاولانيه كانت خلاص 0-0 في المغرب بالرغم من طرد 2 لعيبه من سان داونز، فكله كان بيصب في مصلحه. بس في حاجات بقى مصطفى، بس في امور بقى الخبرات. لا غير كده كمان، غير كده هقول لك عليها. الحاجه الاولى، المباريات السابقه بين الفرقتين معظمها كان بيصب لصالح الوداد، فالوداد ما عندوش حته الهيبه من المباراه او من سان داونز، ادي واحد. الحاجه الثانيه ان كل المؤشرات تقول ان سان داونز في الادوار الاولى والمجموعات بيختلف كليا وجزئيا عن المراحل النهائيه، ما تفهمش ايه اللي بيحصل. يعني حتى ناس كتير قالت ان مباراته مع شباب بلوزداد العوده اللي كانت في ملعبهم في سان داونز كسبوها 2-1 وكانوا مغلوبين 1-0، فابتدى عندهم تراجع او هبوط في المستوى من اول ما طلعوا للادوار النهائيه او الاقصائيه. تحس ان هم ما عندهمش طموح البطوله يا استاذ طارق، يعني هم بيلعبوا كوره جماليه، كوره ممتعه، انما ما تحسش ست لعيبه عاليين جدا، ما تحسش ان هم عندهم روح البطوله، يعني بيأدوا اداء عالي جدا وممتع. انما كل الناس برضو اللي زي حضرتك لما كانت بتتوقع ان هو الوداد يكون موجود، دي من ضمن الاسباب ان الوداد زي ما بتقول لحضرتك الحاجات اللي قلتها. وبجانب ان سان داونز ما عندوش روح البطوله. طيب اللعيب في شمال افريقيا ومصر عنده ميزه حلوه جدا، عشان كده بيتعب في الفرق بتاعه افريقيا. اولا بيعرف يبقى هادي في البدايه، في النهايه بيعرف يتحكم في اعصابه، بيعرف يبدا المباراه، بيعرف يختم، بيعرف يسهلك الوقت. يعني في الاداء التكنيكي بيخدم المدرب، ذكاء عنده، ذكاء عنده، ذكاء بيقدر يشتغل بيه في الملعب اكتر من اي فرقه. ما هو ده اللي بيزود خلي بالك شمال افريقيا يا صار من العيوب. طيب الاهلي لما يقابل الوداد مين اللعيبه اللي تعمل لها حساب او تعمل حساب لايه في تيم الوداد؟ الوداد فرقه كبيره، خلي بالك المغرب بتعيش مرحله من يمكن من ازهى وافضل الحالات اللي موجوده في القاره الافريقيه دلوقتي. المغرب انت عارف ان شرفتنا في كاس العالم رابع العالم، وده فخر لينا كعرب وكافريقيا. المباراه الاخيره الوديه مع البرازيل كسبت، وكانت حاجه جميله جدا. فطبعا الحاله دي بتنعكس على الدوري المغربي. الوداد فرقه كبيره، فرقه بتضم لعيبه كويسه وعندها خبرات كبيره جدا، ويمكن هي بطل النسخه الاخيره. وخلي بالك الوداد يمكن البطولتين اللي خدهم يمكن خدهم من النادي الاهلي.
يعني 2017 2017 والنسخه اللي فاتت بس في بطوله ثلاثة خدها زمان بس خدها من الهلال. ما انا بقول يعني دي حاجه برضو من الحاجات كان في 92 طبعا. فالحته دي برضو من ضمن الحاجات برضو اللي بتدي ثقه او بتدي تقل. انما طبعا النادي الاهلي نادي كبير ونادي يقدر يحقق بطوله. الوداد عنده اللعيب الافريقي المهاجم بتاعه الافريقي لعيب كويس جدا سامبو عنده يحيى جبران يحيى عطله يحيى عطيه الله على ناحيه الشمال وزولا وسامبو يعني عنده لعيبه مميزه جدا ويعني اللعيبه دي من اللعيبه المميزه وبتدي تقل وعندهم خبرات كبيره في البطولات الافريقيه. فيعني انا يعني اعتقد ان سامبو ده قوه جسمانيه وحاجه ما الافارقه دي من ضمن الحاجات من ضمن الحاجات اللي هي بتميز اللعيب الافريقي القوه الناحيه البدنيه حتة الكرة العرضية دي بيقدر يشتغل عليها بشكل جيد. فطبعا النادي الاهلي اكيد عنده عامل دراسة وافية وكبيرة جدا اكيد كولر مدرب وكولر بيحضر فرقته كويس للمباراة. فطبعا احنا بنقول ان ان شاء الله باذن الله احنا بنتمنى فوز الاهلي بالبطولة الافريقية لان هو بيمثل مصر في البطولة دي. فطبعا كلنا في ظهره وبنتمنى له التوفيق. وطبعا كولر مدرب من المدربين الهادين اللي بيقدر يحضر لعيبته بشكل جيد جدا وبيقدر وبعدين تحس ان فريق الاهلي حتى طلع يعني افضل ما في لعيبه النادي الاهلي. يعني تحس ان هو بيطلع كل شويه بيطلع حاجات جديده ونجوم جديده بيحطها في الفريق صحيح. وخلق تنافس كبير جدا جوه الفريق وده طبعا عكس على النتائج الاخيره. وطبعا النادي الاهلي ده لقاء بالمناسبه الوداد والدفاع الحسني ده الاخير اللي هو في الكاس الكاس ايوه الاربع مساء الاربع وكسبوا 2-1 طبعا بالحاجات دي بتدي هيلعبوا مين بقى كابتن مصطفى؟ هيلعبوا الرجاء في نصف نهائي هو طبعا هناك دور الثمانيه الدوري المغربي دوري قوي والكاس كمان وفي الكاس الحاجات دي النتائج الايجابيه دي طبعا بتبقى عامل مهم جدا وخصوصا ان هو داخل على مباراه نهائيه. فالحاجات دي بتبقى معنويا ونفسيا وبرضه بيقيس قدراته الهجوميه والدفاعيه بيحضر نفسه للمباراه لانه عارف النادي الاهلي نادي كبير ونادي صاحب بطولات ويمكن من 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 الانديه اللي اكبر انديه اللي خدت بطولات في البطولات الافريقيه. فطبعا الموضوع بيبقى طبعا هو بيحضر نفسه بشكل كبير جدا وخصوصا ان هو قابله في النسختين الاخرتين وعارف النادي الاهلي وجماهيره وطبعا هو بيحضر المباراة اللي انت عارف الاول كانت المباراه النسخه الاخيره كانت مباراه واحده المباراه ذهاب وعوده افضل ولا انا اعتقد انها ذهاب وعوده افضل طب قول لي الحظوظ يا كابتن مصطفى والله انا يعني كم في المية اهلي كم في المية يعني انا من وجهه نظري 50-50 لان الوداد فرقه كبيره عندها نفس الخبرات ومدربها محقق بطولات المدرب بتاعهم برضه بيحضر فرقته كويس ودخل في المود بسرعه جدا وخلي جه مطرح جريده من شهر وخلي بالك الوداد كان عنده مشكله فنيه كان بيعاني الفترات اللي فاتت دي غير تقريبا 3-4 مدربين جريده يمكن اخرهم جريده المدرب ده واضح بصماته انه وبرضه دي من ضمن الحاجات المهمه جدا في اختيار المدرب ان انا كاداره للنادي بختار مدرب عنده خبرات في المنطقة دي فبيقدر يدخل جوه شخصية النادي وشخصية الفريق بسرعة هو كان مدرب الجيش السنة اللي فاتت مدرب الجيش ودرب زامبيا ودرب الشكل الحلو ودرب مباريات درب وكان آخر فرقة ماسكها أبها كمان يعني درب في السعودية ودرب في أفريقيا سيمبا التنزاني يعني راجل عنده خبرات كبيرة جدا في الحتة دي أكيد. طيب الأهلي هل يواجه مشكلة في حراسة المرمى؟ يعني الشناوي قرينا انه هيدخل يعني هو دلوقتي بيعمل جلسات تاهيليه اللي عنده مشكله في الاساسي والاحتياطي يعني عنده مشكله كمان في اللي هو الشناوي والاحتياطي على لطفي. طب انا هسالك سؤال يعني طبي بس انتوا طبعا كلاعيبه كوره دايما بيحصل معاكم كتير اللاعب اول ما يخش في التدريبات الجماعيه ممكن يشارك اليوم الثاني ولا بيحتاج تدريبين مثلا جماعيين على الاقل؟ والله هي بتختلف يعني في لعيبه ممكن ممكن في حراسه المرمى برضه استاذ سراء في مهمه جدا ان انا الحارس لو بعد شويه في اماكن في الملعب بتفقد اللعيب الحساسيه بتاعتها بياخد وقت عشان يرجع من ضمنها حراسه المرمى والمهاجم لو خد وقت في الاصابه عشان يرجع لازم بياخد وقت شويه ودي مباراه نهائيه وبرضه الحاجات دي بقى بتبين الفرق الكبيره يا استاذ سراء. طيب سؤال انت النهارده لو اصبت قعدت مثلا لمده اسبوعين شاركت تدريبات تاهيليه مش هاخد لي اقل من اسبوع طب لما بتدخل بقى في التدريبات الجماعيه اسبوع
تحتاج اسبوع تاني بعديها. امال ليه يقول لك ان اول ما ترجع للتدريبات الجماعيه بتحتاج تدريب او اتنين؟ لا ده لما ابقى محتاجه قوي، انما الطبيعي ان انا اخد اسبوع على ما ابتدي ادخل وارجع بشكل جيد. انما لما بيبقى فيه يعني عنصر انت محتاجه او حاسس ان هو مثلا مؤثر بالنسبه لك، ممكن تستعجل في رجوعه. انما الطبيعي ان انت بقالك اسبوعين، ان انت على الاقل في تدريبات الجامعات وبقى اسبوع تاخد اسبوع. طيب علي رضشي عنده شد في العضله الخلفيه، المفروض انه طبعا مش هيشارك في ماتش الجيش ولا سيراميكا، لكنه هيبقى من نهايه الاسبوع هيبتدي يرجع للتدريبات. الشد في العضله الخلفيه من 7 ايام على حسب على حسب درجة. تشخيص الحاله درجه درجه الشد ايه، بيبتدي الجهاز الطبي بيحدد بناء على فتره العلاج او الراحه تبقى قد ايه، هيبتدي يرجع في وقت قد ايه. الحاجات دي مهمه جدا، عشان طبعا انت عارف ان بطوله كبيره جدا ما ينفعش اجازف بيها بلاعب مصاب، واخد بال حضرتك، وفي نفس الوقت برضو اخسره بقيه الموسم. هو اكيد هيبتدي يجهز مصطفى شوبير. ده لا ده مش ده ده, ده من غير يا استاذ طارق، الفرق الكبيره لازم يبقى الثلاث حراس مرمى في مستوى واحد. صحيح. ما ينفعش، وده اللي خلي بالك بيبين القصور في الاداره الفنيه في بعض المواقف. ان انا لما باجي يقع عندي الحارس الاساسي ابقى محتار ليه؟ ليه؟ لان انا برضو مش محضر الاحتياطي بالشكل والتالي بالشكل الجيد، فعشان كده انا ببقى اتخاذ القرار ببقى فيه تردد. ان انا لما لو انا محضر الثلاثه وحاططهم على مسافات واحده، اي حد بيبقى مش بنشوف ده في الثمانينات. لازم كرامي وثابت وشوبير لازم على اساس لازم الفرق الكبيره بتلعب على بطولات لازم تعمل كده، عشان يبقى مهيئ كل الاستاف اللي موجود في المكان ده ان هو جاهز في اي وقت انه يكون موجود. وافتكر ده حصل مع الزمالك في كاس الكونفدراليه لما جنش طرد، وكان برضو يعني المهم لعب الحارس الثالث كان عمر صلاح. كان عمر صلاح تقريبا فاكر لعب الماتش الفاينل. طيب اهلا وسهلا اصدقائي، مرحبا بكم مره ثانيه على قناتكم يوسف الخبر. كنتمنى من هذا الفيديو انه يكون الاعجاب ديالكم، وكيف ما شفتوا استاذ طارق رضوان مصري يعني تحلل بواحد الطريقه اللي هي نظيفه، وتكلم يعني بكل شفافيه حول هذا النهائي اللي هو نهائي يعني غيكون شال، ويعني هما اكيد تيتمناو التاهل اولا الكاس لفريقهم الفريق المصري او الفريق نتاع الاهلي، وحنا بدورنا كنتمناو كل التوفيق لفريق الوداد، فريق وداد الامه، ان شاء الله يجيب الكاس الى يبقى في المغرب، لان النهائي غتلعب العوده في المغرب، ان شاء الله يبقى الكاس في المغرب. اصدقائي هنا نقول لكم تلاقوا في فيديو جديد في موضوع جديد، والسلام عليكم.